وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 2006 بشان التامين ضد التعطل حيث يهدف هذا القانون الى رفع الحدين الادنى والاقصى لاعانه وتعويض التعطل لمواجهه ارتفاع مؤشر المستهلك والزياده الايجابيه في متوسط اجور البحرينيين والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري، وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي، كما وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشان مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومه المملكه المغربيه بشان الخدمات الجويه